أهلا بكم متابعينا في نشرة الأخبار المغاربية. كشفت مصادر خاصة لموقع وين وين أن مدرب منتخب الجزائر فلاديمير بيتكوفيتش قرر إبعاد كل من رئيس وهاب مبولحي وصفيان فيغولي عن قائمة الخضر المقبلة بسبب تقدمهما في العمر ووجود أسماء أخرى شابة. أكد الجزائري عبد الحق بن شيخة مدرب نادي سيمبا التنزاني أنه اتخذ قرارا نهائيا بعدم العودة لتدريب منتخب الجزائر مستقبلا، كما اشتكى الظلم الذي يعيشه المدرب الجزائري. علم موقع وين وين من مصدر مطلع أن نجم نادي لانس الفرنسي نائل العيناوي بدا مترددا في آخر تواصل له مع وليد الرقراقي مدرب منتخب المغرب بعدما كان ضمن القائمة الموسعة لأسود الأطلس قبل كأس أمم أفريقيا الأخيرة لوجود رغبة من اللاعب في تمثيل منتخب فرنسا. وجد نجم منتخب المغرب طارق تسودالي مهاجم نادي غينك البلجيكي نفسه في ورطة حقيقية بعد سحب الشرطة البلجيكية رخصة السياقة منها على خلفية استعماله الهاتف المحمول أثناء السياقة، لتزداد متاعب مهاجم أسود الأطلس بعد حرب التصريحات التي شنها في الفترة الأخيرة على إدارة فريقها. استعاد النادي الإفريقي بعضا من توازنه بعد فوزه الصعب على الاتحاد المونستيري بهدف نظيف في الجولة الثانية من مرحلة التتويج بالدوري التونسي. أعلن الاتحاد الموريتاني لكرة القدم عن إقامة نهائي كأس الجمهورية لنسخة 2023 بين النواظب والجمارك يوم 16 مارس الجاري بملعب شيخة بيدا في العاصمة نواكشوط. ختام الموجز، شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.